تعد العاصفة الرعدية الدليل الأكثر إثارة على القوة التي أودعها الله تعالى في أنظمة الطقس. يمكن للتيارات العنيفة داخل بعض أنواع الغيوم توليد طاقة تعادل الطاقة المنبعثة عن 10 قنابل ذرية. تحدث العواصف الرعدية في غيوم طويلة وكثيفة تسمى الغيوم الركامية. تحتوي هذه الغيوم على بلايين الجسيمات التي تحملها التيارات الداخلية باتجاه الأعلى والأسفل. تتشكل بلورات جليدية في قاعدة الغيمة وتحمل إلى الأعلى. تهبط حبات البرد الأثقل التي تتشكل في الأعلى إلى الأسفل. وفي أثناء حركتها باتجاهات متعاكسة تصطدم هذه الجسيمات مع بعضها بعضا وتصبح مشحونة كهربائيا. هذه الجسيمات المشحونة هي التي تسبب حدوث الرعد والبرق. لذا عند توافر عدد كاف من هذه التضاغطات والتخلخلات ينشأ فرق جهد كبير بين الطبقات المشحونة بشحنة موجبة وتلك المشحونة بشحنة سالبة، يكفي لحدوث عملية تفريغ كهربائي. تسمى هذه العملية البرق الداخلي، وهو أحد أشكال البرق الكثيرة، ولكن يحدث أكثرها إثارة عندما تنتقل الشحنات الكهربائية بين الغيمة والأرض. عندما تتجمع الشحنات الكهربائية السالبة عند قاع الغيمة، فإنها تجذب الشحنات الكهربائية الموجبة المتجمعة على سطح الأرض تحتها. وعندما تكون الشحنات الكهربائية قوية بدرجة كافية، تنتقل الطاقة الكهربائية من الغيمة إلى الأرض، وينتج عن ذلك وميض البرق المبهر. وتكون كمية الطاقة الهائلة فيه مذهلة. تكون كل حزمة من البرق أسخن من سطح الشمس. ترافق حدوث البرق حرارة ترفع من درجة حرارة البيئة المحيطة إلى 30,000 درجة سلسيوس، مما يؤدي إلى تمدد سريع للهواء يسبب صوت الرعد. وبما أن الضوء ينتقل بسرعة أكبر من الصوت، فإننا نرى البرق غالبا قبل أن نسمع صوت الرعد. للبرق والرعد مظهر خلاب. تحدث 2000 عاصفة رعدية تقريبا عبر الكرة الأرضية في الوقت نفسه.